استاذ عبد الرضا مرحبا. استاذ عبد الرضا غريب اللي هو عضو الهيئه الاداريه في نادي نفط الجنوب. دوس له. واليوم تعبناك ونزلنا سكر عندك. لا بالعكس بالعكس اهلا وسهلا بكم. هاي الحمله يعني بادئ ذي بدي اشكر قناه الشرقيه الموقره اللي تواكب الاحداث هنا محلت وبالاخص يعني الاحداث الرياضيه. وهي يعني مشهود لها يعني المبادرات إنسانية ومساعدات يعني تعم كافة شرائح المجتمع. اليوم يعني هاي الشريحة المهمة من الوسط الرياضي يعني اللي هي الوسط الرياضي ما نسيتها قناة الشرقية السباقة لهذه الأعمال. أشكر باسم الهيئة الإدارية لنادي نفط الجنوب قناة الشرقية الموقرة وعلى رأسها الأستاذ المبدع سعد البزاز يعني على دعم شريحة مهمة من الناشئين والشباب استعمال الدراجة الهوائية. أستاذ عبد الرضا قل لي شلون قسمت الميث بايسيكل شلون قسمتها احنا ذبيناها براسك. يعني بصراحة كل الفرق يعني نالها التكريم يعني 10 10 يعني على مثل ما يقول عدد الفرق يعني الفرق كرة القدم والسلة واليد وخماسي الكرة والموتاي والكيك بوكسينج والكاراتيه والساحة وميدان والقوة البدنية كل الفرق والبليارد كل الفرق نالتها حصص متباينة يعني على حسب على قد أعضاء الفريق على حسب أعضاء الفريق مشكورين يعني. شكرا أستاذ العزيز احنا ممنونين من عندك جدا تعبناك ويانا. تعال أستاذ المدرب مرحبا. طبعا استاذ لبنان هو اسمر بس لبنان المهم مشينا شلون صحه مدرب يا رياضه الله يديك لعبه مصارعه لبناني ابيض عيونه خضر لبنان عراقي هذا شلون صحه كم واحد عندك بالفريق؟ عندي 12 ناشئ كلهم استلموا بايسكلات. سجلت اساميهم من امس بلغناكم. نعم سجلنا اسمائهم عندك واحد من الناشئين بس تعال وياي مصطفى واحد من الناشئين اسمه كريم بهاء. تعال بهاء. طبعا انا حكيت وياه انا ما حسبته رياضي بهاء لان ملابسه بسيطه قال لي انا رياضي واشتغل فجاينا قبل من العماله مو صح رياض؟ لا بالسوق. بالسوق تشتغل؟ مخضر. مخضر تبيع. عفي عليك ما بين الرياضه وما بين المخضر صح ولا لا؟ ايش قد تحب المصارعه؟ هواي يعني اللي ياخذ من عندك بسعر رخيص او يعاملك شو يسوي له؟ اداري قبل تبطحه. لا اداري. بيتكم وين؟ بالجمهوريه قبال الاطفاء. بالجمهوريه قبال الاطفاء. هذا الباسكت يفيدك ما يفيدك؟ لا يفيدني. يفيدك زي. باعتبار انه تجي كنت عبريه للنادي لو شلون لو مشي؟ لا ماشي اجي. ماشي هسه شويه صارت المسافه عندك اقصر. اي اقصر شويه زين امشي بالبايسكل شويه هم رجلي لياقه صير شويه. عافيه للتمرين. اي للتمرين. عافيه عليك. شكرا لك. الله ولا تتعارك ويا المخضر. لا ما بس هنا بالمصارعه. شكرا لكم. شباب وين الجودو؟ انت مرحبا. اهلا وسهلا. انت بيا رياضه؟ رياضه الكراتيه. الكراتيه وين بيتكم؟ بيتنا بالمفتيه. بالمفتيه تجي مشي غير؟ اي اجي مشي. هسه اليوم عندك بايسكل؟ اي بايسك ان شاء الله. الحمله تدوس لها الله رحم الله والديكم. شكرا استاذ سعد البزاز وجزيل الشكر له. انت ورده انت طيب ورشيق. شكرا لك. شباب منو باليد هنا يا فريق اليد مرحبا اسمك الكريم؟ منير فيصل. منير بيتكم وين؟ بالجمعيات. بالجمعيات يعني تجي عبريه بهاي الحاله؟ اي كلها عبريه. هسه بالبايسك شلون؟ لا بعد هسه نروح نجيب البايسكل. البايسك احسن لك. منو كان يعطيك الكرو مالت الجاي مالت النادي؟ والله نوبات المدرب مالنا نوبات يعني هن نوبات احنا نشتغل ما نجي للتمرين. اي نشتغل وهاي. ايه هاي جاك بايسكل مجانا. اي بعد شو تقول؟ مرحبا سمعنا انت بطل العالم. اي نعم. يا رياضه؟ ايه رياضه المويتاي. المويتاي بطل عالم ما شاء الله. بالعراق عندنا بطل عالم؟ ايوه. ورده هسه انا هذا باسك ان شاء الله اروح البيت واجي بيه بعد قبل المشاوير والله بيه. اوكي يعني انت تجي مشي ولا بفورتات؟ لا سياره. اي فورتات اجي. فورتات يعني بالفورتات تجي يعني قريب بس يعني اضل اروح وارجع بالباسك. يعني الخبز والصابون ايش بيه؟ كله بالباسك بعد. كله بالباسك. شكرا لك. بعد شباب يا رياضه عندنا بعد هنا مصطفى تعال. كره قدم انت؟ استاذ كابتن تعلمي؟ ها هنا طبعا اعضاء كره القدم ما شاء الله يستحون يجون الخط الاول على الرغم انه صحنا لهم قلنا لهم تعالوا وعندهم سيارات حديثه بس طلعناهم بايسكل مو مشكله. مصطفى شلونك؟ اهلا كابتن. تلعب؟ الله يخليك. قدم. قدم. انت ورده؟ اشكرك. شلون تذكرني بهذا دروكبا؟ ها؟ بيتكم وين؟ بيتنا هنا بالجبيله. بالجبيله تروح تجي شلون يوميا انت؟ اروح كراو بعد بدنا راح بعد بايسكل. بدنا البايسكل مو تودي الخبز والصابون للرياضه؟ لا لا, لا بعد هالرياض. اوكي ان شاء الله. يلا شكرا لك مصطفى. اعزائي المشاهدين كانت هذه الجوله مالتنا مع توزيع الدراجات الهوائيه في مدينه البصره وانطيناها هديه الى الفئات العمريه. بس خلي قبل لا اختم اكو فئه عمريه ناشئه او شباب. تعال عين تعال تعال انت ابو الاحمر. اي ورده شلونك؟ وردة انت يا رياضة تلعب؟
انا مصارع. مصارع كابتن لبنان. كابتن لبنان شلون هذا الكابتن؟ زين خوش مصارع. بيا وزن؟ وزن 28. 28 كيلو. انت وين؟ ربعي ما تجي، نصي ما تجي. وين بيتكم؟ بالجمهوريه. بالجمهوريه. شلون تجي يوميا انت بالله؟ مشي والله. مشي. واليوم عندك شنو؟ اليوم عندك بايسكل. ايش راح تقول لاهلك اليوم؟ اليوم الشقيق طول يا حمله. دوس لها. دوس لها. صحيح. دوس لها. دوس لها. دوس لها. دوس لها. يلا شباب هسه احنا شو نقول؟ دوس لها والله وياكم. يلا شباب دوسوا لها. مثل ما شاهدنا من البصرة ببداية تحياتنا لأهلنا بالبصرة وتحياتنا أكيد الزميل عمار ومبروك لكل شخص حصل على بايسكل من دوسلها اليوم. بس أحمد أنا معجبة بالمصارع الصغيروني. كلش معجبة بي وأتمنى أنه هو همين يهتم بقوته وبصحته ويتشجع أكثر أنه هو يمارس الرياضة يركز همينه. وهمنا لعب الموتاي كلش حلو يعني فرحت انه اكو عندنا ابطال بلعبه الموتاي اللي هي لعبه جميله جدا. شغله ثانيه احمد بس يعني اسمح لي دقيقه واحده. عندنا هنا صديق ويانا اسمه ابراهيم. هذا ابراهيم ابراهيم الفراجي. ابراهيم الفراجي همنا وراء برنامج دوسلها ومن متابعه البرنامج دوسلها حاب انه هو يسوي فريق لقيادة الدراجات. حلو. فوعد انه هو راح يواصلنا دائما او يتواصل ويانا بهذا الفريق وبتطوره. وشكرا لوردة الياسمين، تحية خاصة دزت لنا وردة الياسمين، نشكرها على هاي التحية. الله يحييك. اكيد انا عندي صورة اريد قبل ان نروح نشوف تكريت. عندي صورة حمزة، صورة ما ادري مبينة، صورة هي لطفل بعث دزلنا اياها عمدة الملك اعتقد. هذه الصورة طبعا مثل ما قاعد نشوف هذا الطفل راكب على البايسكل ومن هو صغير بدا يدوس لها. ان شاء الله ان شاء الله دائما يدوس لها. على الملك دائما يتواصل ويانا على الفيسبوك تحياتنا ودائما تحياتنا لكل متابعينا على الفيسبوك. هسه خلينا نروح الى تكريت راح نشوف مجموعه من الموظفين واللي مو بس موظفين يعني اللي كانوا جايين الى هذه الدائره هي دائره المتابعه والتخطيط اللي تابعه الى وزاره التجاره العراقيه في تكريت. خلينا نتعرف عليهم ومنو راح ينضم لنا من هناك من المراجعين ومن الموظفين اللي موجودين بهذه الدائره. اذا الى تكريت. الى تكريت. اليوم احنا موجودين بدائرة المتابعة والتخطيط التابعة لوزارة التجارة العراقية بمدينة تكريت. راح نوزع مجموعة من الدراجات على الموظفين وايضا المراجعين الموجودين وراح نسألهم شنو رأيهم بالحملة وكيف راح يستخدمون هذه الدراجات. خليكم ويانا. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. انا بصفتك مدير الدائرة اريد تعرفنا عن اسمك. يعني خالد عبود حسين، مدير فرع تموين صلاح الدين. شنو رايك بحمله دوسلها بشكل عام؟ يعني تشوفها انه هي حمله راح تكون رياضيه، حمله مفيده يعني للشخص مثلا السمين يضعف، يعني شنو رايك بها انت؟ والله هي الحمله حقيقه حمله توعويه ضروريه جدا الان بالفتره الحاليه، لانه تدري انت السيارات بدات تاخذ الحيز الاكبر من الشوارع وضروري جدا ان نستخدم البايسكل. واضافه ذلك انه بفائده للرياضه وللرشاقه معالجه الامراض، احنا هاي حقيقه نفتقدها بالعراق. وهاي البدايه مالتكم حقيقه راح تكون حافز للشعب ان يمتلك البايسكل وهو سعره مو غالي ويستعين به على السياره خاصه في المسافات القريبه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اريد نعرف رايك بالحمله وشلون تشوفها وشلون راح تستفاد من الدراجه. طبعا هي هاي حمله حلوه ومبادره حلوه وهاي الدراجه راح نستفاد منها، راح نعف سياراتنا بعد سيارات ما نركب ان شاء الله. والله نستفاد منها يعني بكل كرياضه ك يعني فد شيء ثقافي فد شيء حلو فد شيء تو يعني
يعني من هذا القبيل. برايك الدراجة في شيء صحي انت راح تستفاد من عندها صحيا يعني؟ اكيد استفاد من عندها صحيا، لياقة ونشاط. ايش قد وزنك؟ 89. 89 راح تسوي رجيم عليها يعني وياها رجيم وراح تسوي رياضة بيها؟ ان شاء الله ان شاء الله. انت رايك الشخصي شنو رايك بهذه الدراجات، يعني فكره انه ركوب الدراجات خاصه احنا بالعراق نعيش يعني شلون اقول لك يعني قليل انه نشوف الناس تركب دراجات او شيء، لكن بعد هذه الحمله تتوقع راح تكون اكو يعني وعي اكبر عند الناس بركوبها؟ اكيد اكيد اكو وعي اكثر عند الناس يصير وكلها تستخدم الدراجات ان شاء الله هاي الحمله الحلوه. انت سابقا راكب دراجه لو هاي اول مره راح تركب؟ نعم نعم، لا من الطفوله راكب دراجه. بس احنا نشوفك سمين، يعني تتوقع انه راح تضعف يعني بعدها راح تسوي شو اسمه بيها رياضه ان شاء الله ان شاء الله. يمكن انت اصغر شخص اليوم موجود راح يستلم الدراجه، فريد نعرف رايك، اكيد انت شاب وتحب هذا الموضوع، رايك بالدراجات شنو؟ الدراجه فايده هوايه بالمجتمع، ونشكر الشرقيه على هاي والله تيح. نشكر الشرقيه على مشاركتها الرائده، هي خير وقناه في كل مكان، هي مساهمه رائعه بهاي البرنامج. زين تتوقع انه انت راح تستفاد من عندها من تروح ترجع للدوام او انت هنا للدوام تروح وتجي راح تستفاد من عندها من البيت لهنا؟ ان شاء الله فايده هواي بيها، نروح بيها المدرسه نرجع شغل ما شغل، للدوام اروح بيها وارجع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني احنا نشوفك رغم يعني انه انت عمرك ما شاء الله عليه بس تحب تركب دراجه، نريد نعرف ليش، شنو هذا الحب بيها؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الشرقيه وكادر الشرقيه على هذه المبادره الحلوه والطيبة، وهاي مبادرة هي بحد ذاتها رياضية وصحية في نفس الوقت، لأن إذا نشوف الدول المتقدمة أجدهم جاي يركبون دراجة هوائية، من هذا يدل على أنه هاي صحية، فإحنا نشكركم جدا شكر. والله أنا أنصح الجميع يستخدمون دراجة، وأنا كنت يعني قضيت فترة الدراسة المتوسطة والإعدادية كانت عندي دراجة، بس الحقيقة عمل وهذا وسيارة وكنت ناوي يعني أشتري دراجة على مود يعني مفيدة للصحة ولياقة. والآن جتك دراجة هدية إن شاء الله. الحمد لله. شكرا جزيلا. أشكرك رحمة الله والديك. طبعاً بعد ما شاهدنا مجموعة من الأشخاص اللي هم مراجعين وموظفين في هذه الدائرة، دائرة التخطيط والمتابعة في تكريت، تحياتنا لهم وبروك عليهم استخدام البايسيكلات. خلينا نقرأ بعض التعليقات اللي وصلتنا في الفيسبوك من صادق الشديدي ومن إيهاب ومن عياش العزاوي، يقول يؤدي ركوب الدراجة الهوائية للوصول بالمكان المراد بأسرع وقت، ممكن راح أيضاً تخسر من الوزن الزائد اللي أنت ممكن تكون عندك وزن زائد، ومن ناحية الصحة وأتمنى أحصل على بايسيكل من دوسلها. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا لتواصلكم ويانا، وأكيد نعتذر إذا ما قرأنا تعليق بعض الأشخاص، لأن أكو تعليقات كلش هواية، وأكو صورة لازم أنا أعرضها قبل لا نختم، صورة ما أدري وين راحت قاعد أدور عليها. طبعا أحمد وصلت يعني واصلة عندنا تعليقات هسه خلال هذه الحلقة إلى فوق الألف تعليق، طبعا 330 من عندهم إحنا قريناهم لحد الآن. و إحنا كم تعليق اليوم قرينا؟ والله ما ادري، هوايه كلش هوايه، لكن طبعا احنا اكيد نشكر الناس اللي تواصلوا ويانا سواء سلبا او ايجابا. طبعا كل الناس لهم وجهات نظر مختلفه، منهم اللي ايد شيء معين، منهم اللي عارض هذا الشيء، كل الاحترام لجميع الاراء، ونتمنى انه اي شخص مثلا يحب انه هو يحط اي اضافه تكون يعني شيء بناء، يعني يكون نقد بناء بحيث ان الكل يستفادون من عنده. هم هنا عندنا اشخاص هوايه قاعد يطلبون انه احنا نزورهم في محافظات عده، هاليوم ما ادري ليش زايد الطلب على الموصل، لكن ان شاء الله بالايام الجايه احنا زرنا قبل الموصل، وان شاء الله بالايام الجايه نتمنى انه احنا همنا نرجع مره ثانيه.
وطبعا طلباتكم على العين والراس ان شاء الله. اكيد طبعا الصوره اللي رديت اطلعها ما ادري ما اعرف وين راحت ادور عليها ما لقيتها. طبعا هذا لانه التعليقات قاعده تجي سريعه احمد، فهمنا ما قاعد لحق انه احنا نفتحها. اكيد هسه وصلنا الى ختام حلقتنا. سلام، نلقاكم ان شاء الله بالايام الجايه، كونوا متابعين لنا وكونوا بانتظارنا، واحنا بانتظار همنا مشاركاتكم وتعليقاتكم وتطوراتكم. نلقاكم على خير ان شاء الله يوم الخميس القادم الساعه 7:15 ان شاء الله بتوقيت بغداد، انتظرونا. في أمان الله، مع السلامة.